كان ده عباره عن ورش على مكنة خشب. كان من كام يوم وراه على طول كان الجنود اتغيروا. بس برضه معلش لما جنود اتغيروا لا 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 انا مش صح. الناس مش لازم تتعلم عالي بس كده في أربع عربيات بره. ربع ساعة ربع ساعة لأن كنا بقى ولع مرة واحدة تريح دخان طب ما جرينا اهو تمام 9:30 سمعت الدخان رحت لجاري قال له ده مش عندنا بعد شوية الساعة 10 كده لقيت بقى النار دخلت في قلب الأوضة وأنا نايمة فيها قلب الشقة من ورا دخلت بقى قفلت الدنيا ومشيت نزلت بقى ما أعرفش بقى قلت لهم بقى الظباط 5 أنابيب فوق لسه بلاقيها 100 يومين لحد السقف مطفي جت امتى؟ 10 دقايق ربع ساعه في حد حصل له حاجه من عندك لا لا مفيش كلكم الحمد لله سلام كلكم مفيش لسه قاعدين سكان بس ما اعرفش منهم ولا لا بالك وشات يطلع على فوق كهربه الطول اللي فوق الكلام ده الساعه كام 9:30 الصبح 9:30 الصبح 10 المطافي جت الساعه كام بعديها بربع ساعه على 11 قول ايه المطافي جت الساعه كام على 11 في حد من السكان حصل له حاجه احنا شايفين الحكومه عليها زي اللي قبل كده فيا ريت بقى في اقصى سرعه شويه بعد اذنكم يعني والحكومه اللي هي بقى مش عايزين نقول خلاص بقى كفايه عليهم كده قوي المحكمة لسه هو يعني حاجة متسلطة على باب الحل اللي فيها نار فوقيها عليها وطيها ولا ايه يعني